يسوفون الاعمال الضاره مع بني اسرائيل. ان شاء الله بقى بص اما تعمل الميزانيه واخد الارباح هتشوف بقى انا هعمل ايه. لما السهم ده يضرب ويطلع يا طب بس بسرك كده لما ابويا يموت واخد الورث اللي هو محترم ده هتشوف انا هعمل فيه ايه. طب لما اطلع نهايه الخدمه واخد المكافاه هتشوفني بقى هتشوف انسان تاني خالص. هما دايما الاول بيعملوا ايه؟ بيسوفوا. طب لما اسيب الوظيفه دي واروح لوظيفه تانيه مرتبها اعلى السبب الرابع لان لديهم دافع نفسي لا يقاوم بانفاق كل قرش يحصل عليه وكان واحد حاط المسدس فوق دماغه وبيقول له خلصت الدماغ ولا لسه خلصت فاضل شويه اصرف لسه اصرف وكانه عايش